الصين، حيث افتتح الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره ال20 بحضور نحو 2300 مندوب. وشدد الرئيس الصيني شين جين بينغ في خطابه الافتتاحي على ضرورة ضمان أمن الصين القومي واستقرارها الاجتماعي. وقال الرئيس الصيني إن بلاده ستسعى لإعادة التوحيد السلمي مع تايوان، مؤكدا أن مبدأ البلد الواحد بنظامين هو الأفضل. وأضاف أن الصين تمكنت من السيطرة على هونغ كونغ وستتبع النهج ذاته في تايوان، ولن تتخلى عن استخدام القوة كحل أخير في الظروف القصوى. وبشأن السياسة الخارجية الصينية، أكد التزام بلاده بتعزيز السلم والأمن الدوليين في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة على حد تعبيره. في المقابل قالت الرئاسة التايوانية إن الرأي العام في تايبي يعارض مبدأ بلد واحد ونظامان، وذكرت في بيان أنها لن تتراجع عن سيادتها ولن تتخلى عن الديمقراطية والحرية. وأشارت إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخط الفاصل مسؤولية الطرفين.